اهلا بيكم. انا موجود داخل برضو ستيل او ما زلت لسه جوه المول بتاع نيو اسيا بتاع اكسسوارات المحمول. نقف دلوقتي مثلا على سبيل المثال قدام احد الشوروم، مجرد يعني ما فيش محل اصلا، مجرد ادي جنب وادي جنب تاني، احنا موجودين اهو، بس هو ده جنبين او في جنب تالت كمان، ما فيش حاجه تانية خالص، وباترينا صغيره كده صغنونه خالص، وادي انجل موجوده معانا اللي هي موجوده من المصنع ده. طبعا انا بسالها طبعا انتوا بعرف منين اذا كان مصنع ولا شركه صغيره، لما بتلاقي كل اللي موجود عليه براند واحد، اسم واحد اللي هو بي زد اكس، فكل المنتجات بي زد اكس. لو رحنا الجنب التاني مثلا على سبيل المثال برضو هنلاقي المنتج برضو كل الموجود الماركات كلها بي زد اكس. فطبعا لازم اسالها انتوا شركه؟ قالت لا احنا مصنع. طب انتوا موجودين فين؟ قالت لي موجودين في جوانزو. طب اقدر اجي ازوركم؟ اه تقدر تيجي تزورنا. طبعا دي هي واثقه من نفسها، فده بيبقى مصنع. طبعا الافضل ان اتعامل مع مثلا مع حد زي ده لو انا كمستورد وهاخد منه بضاعتي، وخاصه ان هو عنده تشكيله كويسه. يعني عندهم مثلا على سبيل المثال عندهم مصالات شواحن اهي كلها موجوده، عندهم سماعات بلوتوث، عندهم شواحن عربيات، عندهم برضو في اعتقد في باور بانك اهو، كميات كبيره من باور بانك، وبرضو باشكال متنوعه مع حاجات زي الهدايا ممكن مثلا تتقدم كهديه. لو طبعا هنتكلم على التجار اللي هم بييجوا يستوردوا طبعا، يعني برضو لو رحنا الناحية التانية هنلاقي عندهم برضو اللي هي الفيشة بتاعت الشاحن نفسه. ولو نلاحظ حاجة ان معظمها معمول على الديزاين المصري، او يعني غالبا ديزاين المصري، لان المصريين اللي بيجوا هنا كتير جدا، فمعمولة جاهزة حتى كمان. وطبعا موجود الصيني اللي هي الشكل الصيني طبعا، فده طبعا موجودين. فانا بديكم مثال ان ما تستهنش بصغر الشوب او الشوروم اللي موجوده، مش شوروم كبيره قوي مثلا، ولكن زي ما قلنا ليها اسم واحد، فاكتشفنا انها مصنع موجود. تقدر تروح انت كمستورد تروح تتفق معاهم ومثلا يرتبوا لك زياره بكره او بعد بكره مثلا، وتروح تزور المصنع وتشوف خطوط الانتاج بنفسك والانتاج عامل ازاي، وتتعاقد وانت هناك في المصنع. انا اعتقد دي حاجه كويسه قوي للناس اللي هي عايزه تستورد او عايزه تشتغل في اكسسوارات المحمول. واشوفكم في حلقه تانية مع هيثم، والى اللقاء.